فين؟ عند النقطة دي. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على التقاطعات. مش كده؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت على التقاطعات، قلنا لما استوارة تتقاطع مع استوارة بتبقى ايه شكلها؟ كيرف. قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. ده هنا اهو، هل دي استوانه بتتقاطع مع استوانه ولا شكل يعني مربع بيتقاطع مع الاسطوانه؟ مش كده؟ ولذلك النقطه دي تطلع فوق تلاقي ايه؟ النقطه دي تطلع فوق تلاقي الخط ده. شايف ادي السقف بتاع الممر اهو. ده سقف من الممر دخل على الاسطوانه قطع في الخط ده. قطع مش مسها، قطع ليه؟ لان هو زي ما انت شايف تحت كده اهوت العرضه اصغر بكتير من ايه؟ من قطر الاسطوانه. خلاص؟ وطلع بعد كده القطع على الاسطوانه فوق اهو ومشي كده اهوت بالمنظر ده، ادي حاجه. الحاجه الثانيه القاعده من تحت فيها زي ما انت شايف كده اهوت فيها دوائر. كم دايره؟ ست دوائر. ست دوائر. دايرة اثنين ثلاثة ست دوائر. الدوائر دول عبارة عن ايه؟ الجسم ده كله عبارة عن ايه؟ خلاص؟ احنا يعني اللي فات كنا بنجيب لكم يعني اشكال في الاكسرسايزز دي، اشكال كلها يعني تعليمية. قد لا تكون واقعية، انما ده لا ده جزء واقعي. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن غطا مكنة. غطا مكنة. لما بتفتح العربية مثلا في الوش كده على طول بتلاقي فيه ايه؟ ها؟ غطا. الغطا ده بتحله بتلاقي جوه فيه ايه؟ فيه غطا للعلب التكيهات، فيه غطا مش كده؟ فيه يعني باب كل مكنه لها غطا. فده غطا، ده شكل الغطا بتاعه. فمن هنا ورايح هتبص تلاقي حتى في الامتحان اللي جاي ان شاء الله هتبص تلاقي منزل لك بقول لك الكومبوننت ده اسمه كذا. له وظيفه. حاجه حقيقيه. حاجة حقيقية موجودة في الواقع فعلا. خلاص؟ فهنا اهو لما يبقى في غطاء، الغطاء ده لما هحطه هل احطه كده واسيبه؟ ولا لازم؟ ها؟ لازم اربطه. اربطه بمسامير. اربطه بمسامير يبقى لازم في خرام عشان ايه؟ المسامير تخش فيها، فالست فتحات دول او الست خرام دول ست خرام عشان ربط بالمسامير. اوكي؟ كلهم هتلاقيهم نفس القطر. كلهم نفس القطر. خلاص؟ طيب دي حاجة، الحاجة التانية تعالى بص كده هنا هتلاقي احنا باستمرار ما بنحبش الشارب ايدجز. باستمرار مش بنحب الشارب ايدجز. إنما بنحب إن الإيدج اللي جاي ده أدوره بحيث إن هو يمس السطح. بنسمي الدوران ده بنسميه فيليب. الدوران ده بنسميه فيليب. اللي بيكتب يا دوب ثلاثة أربعة والباقي قاعدين متفرجين. لا قاعدين متفرجين. طبعا ان شاء الله الفيديو ده نجح هنزله لكم زي ما قلت لكم قبل كده على الاف يو اي بوك. كويس؟ علشان اللي يحب يشوف المحاضره مره ثانيه او ثالثه يشوفها باذن الله. انما اللي بقى بيغيب وجاي معتمد على ان هو هيشوف المحاضره فيديو لا يعني هيخسر كتير. اوكي؟ طيب هنا زي ما قلت لك بص كده على الحته دي الجزء ده. الجزء ده لما تيجي تبص كده هنا في دوران اهو. هل هتعامل مع الدوران ده زي ما يكون ده جاي من غير الدوران جاي شارب ايدج داخل قاطع كده السطح؟ لا طبعا. لما تطلع فوق تبص كده هتلاقي فيه ايه؟ اهو اهوت هتلاقي ايه؟ الخط ده شايفه؟ ده برضه يمكن لأول مرة تسمع عن حاجة زي كده. الخط ده خط أولاً مش واصل من يعني مقطوع من أوله في آخره ناقص حتة. وبعدين سمكه ودي نقطة مهمة سمكه ميديوم ثيكنس لاين. ميديوم ثيكنس لاين ده دلالة على إيه؟ دلالة على إن أنت عندك هنا أهو في إدج بس إدج إيه؟ كيرت. ماشي ده مش شارب إدج. الإدج جاي تانجنس على السطح. تانجنت للتقويسه لحتة النص الدايره اللي طالعه ده وتانجنت للسطح الثاني. خلاص؟ في ناس بتعمله كده، في مدرسه بتعمله كده، في مدرسه ثانيه بتعمله شرطه في النص طويله شويه وشرطتين جنب منها اقل.